لا أحد بإمكانه أن يشخص مفتاحا للغد، يمكن أن يفتح كل الأبواب المغلقة مثل الأطفال. أنهم الهدف الذي لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل دون أن نذكرهم، لأنهم ببساطة هم المستقبل. مبادرة جمع 30 طفل من العراق لمشاركة مخيم في لبنان، مشاركة الأطفال في لبنان اللبنانيين، مخيم دار 15 يوم في لبنان. هاي هدفها التعايش بين كل الديانات والطوائف. أخذنا الأطفال 30 طفل من كل ديانات وطوائف بالعراق، أخذناهم تعايشهم مدة 15 يوم. فبعد ما رجعنا من لبنان انطلقت المبادرة الأساسية هي داخل العراق لعقد مخيمات للأطفال وللشباب، لأن بصراحة احنا يعني هاي يعني عمل المخيمات معدوم هنا عندنا وماكو فرص حلوة ترفيهية للأطفال. مبادرة تستهدف مساعدة الأطفال أن يعيشوا حياة أفضل، وأن يتجنبوا الأخطاء التي وقعوا فيها الكبار، وأن يقدموا نموذجاً من الاختلاط والتعارف ومحو الفوارق التي لا يتمكن منها البالغون اليوم. حلقة جديدة من برنامج ضوء بيننا، نتمنى لكم متابعة شيقة، كونوا معنا. فرح العطاء مبادرة من بضعة نساء وأطفال صاروا شبابا، تجمعهم ألفة شيقة ورفقة محببة، وفي هذه التجمعات تذوب الفوارق وتضمحل الاختلافات وتصبح الوجوه عراقية خالصة، مع الاعتزاز الواضح بأي هوية أخرى قد يحملها الشاب أو الطفل. لكن الأهم هو أنهم أناس متحضرون يسكنون ذات البلد وذات المدينة، ويحملون هوية واحدة في بلد واحد يعتزون بها أيما اعتزاز. أقمنا عدة مخيمات خارج بغداد، قمنا مخيمات اثنين ب 2013 و 2012 في الموصل في سهل نينوى مدة 10 أيام، أكثر من 50 و 60 بين طفل من كل الديانات أيضا والقوميات والطوائف. وبعدين قمنا مخيمات اثنين في بابل. احنا المخيمات اللي نتخذها أيام العطلة الربيعية والعطلة أخير السنة. قمنا مخيمين أيضا ببابل عطلة نصف السنة مدتها 7 أيام على يعني قد العطلة. وأيضا هاي المبادرة المخيمات اللي نقيمها هي هدفنا التعايش بين الطفل العراقي والشاب العراقي من كل طوائفهم وقومياتهم، يتعايشون مع بعضهم نحو هدفنا، هو هدف فرح العطاء المحبة والتسامح والاحترام. أول شيء أنا بديت ويا فرح العطاء من كنت طفلة، اول شيء كانوا ياخذونا مخيمات للاطفال، كنت كعضوه واشارك ويا الاطفال. بعدين من كبرت شويه قاموا ياخذون الاطفال اللي شاركوا بالمخيمات السابقه كقياديين للمخيمات اللي جايه. فقمنا احنا الشباب من عندنا نسوي مخيمات ونعدها للاطفال مختلف الالعاب والالعاب وانشطه رسم، مختلف يعني النشاطات الهادفه للاطفال. يعني كل مخيم العضل عندنا يجيب اخوه واخته او ابن عمه ابن خاله، ضمينا على اساس محبه وتسامح واحترام اللي هي تجمع بين الطوائف والاديان والقوميات من شمال العراق جنوبه. صارت هاي الجمعيه انه حسينا انه اكو لازم بالمجتمع اكو فد شيء نقص، حبينا نسوي هاي النبذه اللي هو التطوع اللي هو من ذات الشخص. فهاي اللي هي الحب وال شلون نقول مغامره اللي تسوي هذا الشيء، فرح عندك لما تساعد شخص، تساعد تسوي فد عمل خيري، فرح مو فد شيء مادي، لا ف
فشي فرح داخل. هذا شعور كلش حلو. انا شعرته لانه ضمينا، انا صار لي تقريبا 2013 لحد الان، روح جاي يعني كله، ويا اصدقاء تعرفت على اصدقاء، تعرفت على تقاليد جدد، مكانات، رحنا لبنان، رحنا سليمانيه، رحنا اربيل، بابل، هسه نريد نسوي واحد بالبصره، مخيمات، نسوي مخيمات للاطفال ونعلمهم انه نجتمع مكان واحد، ناكل مكان واحد، تقاليد، عادات، كل شيء. مفتاح المبادرة هو أن تعطي للمشاركين من الشباب فرصة التعارف والاختلاط والاطلاع والقراءة. كل هذه الأبواب المعرفية والاجتماعية ستكون في خدمة تهيئة جيل يقبل الآخر وينفتح على الآخر، بل أن الآخر سيكون صديقا له بالدرجة الأساس. من الطائفة المسيحية، من الطائفة الأزيدية إجانا، من الطائفة السابئية، من الإسلام سنة وشيعة، من كلها، عراقيين بصورة عامة. أول شيء حفزتني للقاءة، لأن أنا كنت كلش ما أحب القاءة، من شاركت بها تعرفت على ناس لهم نفس الحافز، بالإضافة أنه هي مو مكتبة اللي بها كتب، يعني اللي يسمع مكتبة يقول بس أنه كتب وده نقاها، بس هو النشاطات اللي قدمناها كانت مختلفة، قاءة، موسيقى، رسم، أشغال يدوية، مساحيات، كلها كنا نمارسها بالمكتبة. روح العمل الجماعي والطعام المشترك واللقاء بأطياف مختلفة من الشعب العراقي في ظل طائفة قليلة العدد لكنها كثيرة الترابط مع الآخرين وعميقة التجذر في العراق البلد المتعدد. هنا تكون الرسالة أن عددنا نحن المنتمين إلى هوية فرعية ما لا يهم، المهم هو أن نتعارف ونتلاقى ونتحدث، وأن يعيش الشباب والأطفال بعلاقات طبيعية ستساعدهم المخيمات على ترسيخها. حاولت أنه أدمج كل هاي الأشياء بأني واحد، ما أضيع أي شيء، لأنه هذا شلون حسيتهم أنه عائلتي الثانية، أنه أنت تعيش وياهم أسبوع 10 أيام بنفس الغرفة، بنفس الأكل، بنفس الشيء، يعني ما تقدر تعوفهم. نهاية كل مخيم تجيك عباك شلون تبع شوي تبكي، لأنه ما تقدر تعوفهم، لأنه حبيتهم أكثر، خاصة عندنا أطفال يبكون. سهيلة اعتبرها أم إلية، هي اللي وجهتني لهاي النشاطات. بدينا أول شيء كفرقة للأطفال، مختلف المساحيات مختلفة شاركنا، بعدين توجهنا إلى فرح العطاء والنشاطات اللي بيها. ولم يفوتهم أن يحضروا إلى مسارح المبادرات المدنية كنوع من التدريب على العمل الجماعي واختبار أنفسهم في مقدرتهم على تنظيم أيديهم لتعمل عمل اليد الواحدة المشتركة. بعد المظاهرات الساحة تكون بها بطالة ماي، طلعنا احنا الشباب مبادرات، نظفنا ساحة التحرير والشارع المؤدي إليها. بعد قمنا أيضا مبادرات بين فترة وفترة، بعد 2014 من صارت قدوم النازحين وبغداد، وإحنا نشوف الطفل النازح محصور بين المخيم وما عنده أي حركة، فإحنا نروح مجموعة شباب ناخذ ألعاب وهدايا بسيطة وحلويات وعصائر، نسوي لهم ألعاب، ألعاب تسلية، يرسمون، يلونون. يعني كشباب انه احنا عايشين سوية هسه، ما حد يعرف عن الثاني، كلنا اللي عايشين كإنسان، من أهدافنا هي التسامح والإحترام والمحبة اللي بيناتنا واللي تبعد الطائفية عنا. كلش راقي ويانا، أمنا الثانية هي تحمينا، هي تعطف علينا، هي كل شيء، هي الذات، هي الشمعة مالتنا، لو ما هي كان ما احنا كنا هنا ولا كان شفتني موجود. هي جمعتني، هي خابرتني، قالت لي اكو مخيم تعالوا ويانا، انا كل شيء ما اعرف، جيت
قعدت شنو مخيم؟ كان يقول مخيم راح نجتمع بيه، راح تقعد بيه وانسى اشكال ايش كل شيء بيها. فمشيت بيه اول مره ما تعرف شنو، بس بعدين عرفت انه احنا مبادئنا على شنو وليش وشنو هذا. قصة اليوم مستمرة وفيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد فاصل قصير، كونوا قريبين. ثم تعود المبادرة إلى الأطفال وبنائهم بناء صحيحا منفتحا على الثقافة. وهل يمكن تصور مستقبل بلا أطفال؟ ربما تكون القراءة هي مجرى النهر الذي سيقبل كل شيء وبالتالي يصعب تجفيفه، بينما يكون الانغلاق أرضا متيبسة لا ينبت فيها زرع المبادرات. كان مجموعة من زميلاتنا وصديقاتنا تبنوا فكرة أنه لتشجيع الأطفال، فبدعم من زميلاتنا في السويد قدروا يحصلون على مشروع لفتح مكتبة للطفل. المكتبة هذه كانت يعني احتضنت الأطفال في أول مرة، كان افتتاحها في منطقة الكرادة، تستقبل الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة. الفكرة أنه كانت فيها تعليم حاسبة، تعليم قراءة القصة، ويعني تعليم النشيد والموسيقى، وتم تشكيل فرق مسرحية منهم شاركوا في كم مهرجان اللي يقام هنا في بغداد. أيضا عرضوا مسرحية، كانت لنا مشاركة في مهرجان تونس للأطفال، عرضوا مسرحية هناك، وكان عندنا فرقة أناشيد للأطفال شاركوا في عدة مناسبات اللي تقام في بغداد والمحافظات. أنا هنا بمكتبة الطفل العراقي صار لي 9 سنوات، وهنا يعني ودونا سفرات ومدارس، هنا دروس تقوية بأيام المدارس وأيام الصيفية يأخذون المسبح سفرات، وهنا نجي على الحاسبة وقصص، ويعني تعرفت على جماعة منا من عندهم ووجعونا حصص يعني هاي مواد غذائية. هاي شغلة يعني تجمع بيها كل الطوائف كل الأديان، هاي عمود كل شخص يعرف هذا الشخص شنو، كل شخص يعرف هذا دينه، هذا أصله، هذا شنو، هذا شنو، نعرف شنو عادات، نعرف شنو التقاليد. أنا صابي من داي، يعني هي خبرتني قالت لي عن يصير هنا حسوا هنا، قالت خبرتني قلت لها عادي يصير، يعني جتي هنا واتفقت وقالت حنسوي هنا عادي صارت. سئلوا محبتنا سنابل عشاق المنجة، سئلوا طفلنا الحلو شنو تحب انت، احنا نحب الوطن. الكتاب الجميل والمعبر سيترك صورة جميلة لما يجب أن تكون عليه الحياة بوجود الآخرين. هؤلاء يجب أن يكونوا عنوانا للصداقة والمحبة بدلا من التفرقة والتمييز. يجلس الأطفال من مختلف المشارب والخلفيات الاجتماعية والإثنية سوية ويقرؤون كتبا عن جمال الغد وحصاده الوعد. هذا هو ما يعدنا بقبول مستقبل للآخر بدلا من الشعارات المجردة التي امتلأت الأذان منها دون رؤية أفعال موازية لها. احنا نستقبل أطفال عندنا يعني مثلا وقت الامتحانات نسوي لهم دروس تقوية للأطفال، يعني من أول ابتدائي لثالث المتوسط، يعني الرياضيات، الإنجليزي، القراءة، هذه نعلمهم هاي الشغلات. بالإضافة إلى بالصيف مرات نسوي لهم دورات موسيقى إذا كان نكون نشاط أو أغنية أو نشيد أو هذه تدريب الأطفال.
عندنا بالإضافة إلى أعمال فنية في بعض الأحيان، أعمال فنية يعني يتعلمون الأطفال شغلات يدوية. كان في قديم الزمان بينما كان صفاء يدلس تحت شجرة ذات يوم إذ رأى نحلة تطير من زهرة إلى أخرى، قال لها صفاء: يا ريتني مثلك أيتها النحلة النشيطة، ألعب كما تلعبين ويحب الناس كما يحبونك، فأنت أيتها النحلة أفضل مني كثيرا أن تصنعين العسل وتنفعين الناس، يا ليتني نحلة. فأجابت النحلة قالت: وأنت يا صديقي تستطيع أيضا أن تفيد الناس من خلال الحرص على النجاح الدائم والمستمر في دراستك والمساعدة المحتاجين واحترام الآخرين، وبذلك تنال حب الجميع، وعندما تكبر ستصبح مزرعا أو طبيبا أو مهندسا أو مدرسا، وتساعد الناس وتقدم خدماتك لها. المكتبة موجودة ومفتوحة، بس كبرنامج كنشاط معين هسه نسوي لهم مناسبة الصيف سفرات للمسابح، دار ثقافة الأطفال دائما يسوون عرض أفلام، نودي الأطفال هناك يشوفون عرض فيلم، يسوون لهم دورات يعني فعالية رسم، هاي الشغلات هاي كلها يشتغلوا بها أطفالنا. أتمنى أطفالنا يجون، بس تدري أكو ظروف مرات الأهالي، مرات موضوع الكهرباء، مرات موضوع المدرسة يأثر، بس المدرسة مثلاً بعد الـ 12 يجون الأطفال، لأن يعني التزام دوام إحنا نشجعهم على المدرسة، فيعني في يخلص دوامهم ويجونا. فرح العطاء مبادرة صغيرة بحجمها وبأعداد المشاركين فيها، لكنها ذات طموح كبير وذات أثر يبقى طويلا، بل أنه يهيئ أفرادا على استعداد للعطاء المماثل في المستقبل القريب من أجل تجميع عدد أكبر من الأطفال وتأليف قلوب المختلفين من بينهم وزرع فكرة البلد الواحد المتساوي في أبنائه بين قلوبهم. حاولت أنه نظم وقتي، أنه دوام صبح عصر، هي إحنا أغلبية نسويها نهاية الأسبوع، مخيمة أقصد يعني الاجتماعات أو أي شيء أسويها، هذا النظام، بس مرات تتضارب يعني يوم أو يومين. أما المخيمات دائما تصير بالعطل، اللي هو يبدأ من الشهر السادس، هاي العطل، عطلة صيفية، والشهر الواحد مثلاً دا يتعلمون علاقات بيناتهم، صارت علاقات صداقة بيناتهم، يعني لحظة ناسوا يعني أطفال بشكل عام نعرف يتعاركون وهذا وما عارف إيش، هنا يمنا ماكو هالخلافات اللي تصير بيناتهم، اتعلموا احترام المدرسة، الالتزام بالوقت، هذه ما تطلع ما تطب إلا بوقت الفرص، وهذه هاي شغلات كلها تعلموا هنا. ما عندنا مقر، سيد لويس ساكو تبرع لنا بأحد الكنائس، قال ممكن مكان ما مهجورة، هي بحي الجامعة يمنا فوق الشرطة، قال بمكان ما مهجورة هاي ممكن تاخذوها، وإحنا بالعكس أخذناها ورممناها ونظفناها، كانت مهجورة ومتروكة، وإن شاء الله نعيدها للحياة ونعيد الحياة إلها والصلاة وهاي وتبقى. طبعاً هو دور سيد سهيلة قيم يعني، وهي غنية عن التعريف وتحسن العلاقة ويا الطلبة أطفال ويا أهاليهم. أنصحهم إنه ما يظلون قاعدين بالبيت ويتقيدون بقيود المجتمع، ويطلعون يشوفون الحياة لأن هي كلش حلوة.
إن شاء الله نبقى على هاي الروح التعاونية خاصة بين الشباب. الشباب من يكون عنده روح تطوعية يخدم أكثر، يخدم بلده، يخدم شعبه، يخدم أصدقائه، أهله، جيرانه، يخدم عراقه، هذا العراق، عراق عراقنا، عراق كلنا العراق. سلاح المحبة والمعرفة هو الأكثر فاعلية في مواجهة سلاح التطرف والانغلاق. هذه هي الرسالة البسيطة التي يحملها أطفال هذه المبادرة، ونحن بدورنا سلطنا عليهم الضوء ليكونوا فعلا وقولا ضوء بيننا وبين طيات المجتمع العراقي. انتهت حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.